السادة الممثلين المسؤولين القضائيين، السادة القضاة والنواب وكيل الملك، السيد ممثل هيئة نقيب هيئة المحامين بمراكش، أرحب بالجميع وأشكر كل من حضر معنا أشغال هذه الندوة المنظمة في إطار الحملة التحسيسية 17 لوقف العنف ضد النساء. الندوة تهدف إلى توعية وتحسيس المجتمع دور الشباب، لأن الشباب كتعتبر هو الثروة البشرية التي يجب الدولة أن تعتمد عليها في تطوير كل مجالاتها، لأنه بدون شباب لا يمكن لأي أمة من الأمم أن تتطور. فتم التأكيد على دور الشباب في مناهضة العنف، لأن الشباب إذا لم يتم تحسيس الشباب وتوعيته بخطورة هذه الظاهرة بالخصوص، فسيستمر العنف إلى ما لا نهاية. لهذا فالشباب هو الوسيلة، لأنه أولا أكثر استعمالا للمجال المعلوماتي، ثانيا هو الفئة التي يجب تطويرها لاستمرارية، والشباب هو استمرارية للأمة. هذا الحكم الاستلاف المحترم السيد نائب الوكيل أستاذ القاسمي، السيدات السادة الفضلاء أعضاء اللجنة الجهوية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأشير إلى أن هذه الندوة من خلال هذه العروض القيمة التي استمعنا إليها، أقترح أن تقدم هذه العروض أو مثيلات هذه العروض أن تقدم لفائدة الشباب. السلام عليكم. حقيقة حضوري لأشغال هذه الندوة يقتضي مني كلمة، ولو كلمة شكر، وأنا وافد جديد على هذه اللجنة، والموضوع سبق اقتراحه قبل ممارسة مهامي بهذه المحكمة. أهني أولا السيد النائب الأول المحترم على إدارته لأشغال هذه الندوة، والسادة أعضاء اللجنة الذين تحملوا على تنقل أشغال هذه الندوة، وكذلك السادة الذين قدموا العروض وهي عروض قيمة. السلام عليكم. عبد الهادي شفيرة، مساعد اجتماعي لدى محكمة الاستئناف بوجازات. يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية 17 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، المنظمة من طرف الوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمرأة والمساواة، تعقد في هذا الإطار، وعلى اعتبار أن النيابة العامة شريك أساسي في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تعقد اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بوجازات هذه الندوة، والتي اتخذت كموضوع لها الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. تم افتتاح أشغال هذه الندوة بإلقاء الكلمة الافتتاحية للسيد سعد القاسمي النائب الأول للوكيل العام لصاحب لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بوجازات. تم إلقاء مجموعة من العروض في هذا الصدد، على نخص بالذكر عرض حول دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، دور التوعية والتحسيس في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الجرائم والعقوبات، الجرائم والتدابير الحماية الجديدة في قانون محاربة العنف ضد النساء، العقوبات أو تشديد العقوبات في إطار القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. تلا هذه العروض فتح نقاش حول الموضوع، تدخل فيه مجموعة من السادة الأفاضل
أعضاء اللجنة الجهوية واللجنة المحلية بالدائرة الاستئنافية بوجد زاد، وتم اختتام الأشغال الندوة بإلقاء الكلمة الاختتامية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجد زاد السيد عبد اللطيف بن الحميدي والسيد سعد القاسمي النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجد زاد.